نرجو من السادة المستمعين البرنامج نهج التريبينال على EFM واللي نفوسهم رهيفة أنه البرنامج يمكن يتضمن وصف الوقائع صادمة بالنسبة لهم، ونزيد نوصيهم أثناء الاستماع البرنامج نهج التريبينال على EFM ما يكونوش مصحوبين بالأطفال متاعهم. نهج التريبيونال على EFM. مرحبا بكم في الموسم الخامس من برنامج نهج التريبيونال، وقضية اليوم صارت وقائعها عام 2005 في الليلة الفاصلة ما بين 3-13 سبتمبر وال 4-14. المكان هو شوازي سيورسان التابع لمنطقة ليسون الفرنسية في جنوب العاصمة باريس. الأحداث بدأت من إقامة راقية في ضاحية رايدة، لا طاير يطير ولا سير يسير، تقول ماهيش مسكونة أصلاً، وحتى الكلب حشاكم وقت اللي تجيه معكم تاع نبحة يطلب السماح. مختصر الحديث مع ماضي 3 متاع الصباح، زهمولة كحلة شقة الممشى ما بين زوز عمارات، البلوك بي والبلوك سي. هالزهمولة هذه تقول قطوس الحس لا، وشكون وهلي في هكا الليل باش يسمع حفلة؟ لأنه رياحية متاع خريف مقيمة القيامة وحركة أوراق الجر ولا سفيف موهش. باختصار هكا الزهمولة باقي تتحرك، اللبسة كحلة من فوق اللوتة، الراس مغطي بكاقول يعني الفام، وما فيه كان نقبتين باش ينجم يخزر منهم، مع ساك أكحل على الكتف. أشكون وهالشخص هذا اللي جاي قبل الليل متنكر وشاقق الظلام؟ في تواتر الأحداث، هالشخص المجهول وقف قدام باب العمارة سي، عينيه على كتافه، جبد من مكتوبه بادج مانيتيك يعني كارتة ممغنطة، حل الباب بشوية بشوية وبقى يستنى باش يتأكد فماش واحد سمعه. منها تخلص قيفة البلاص، اطلع للدروج واحدة واحدة، ما حبش يستعمل الاسانسور باش حس موتور وما يفيق حد. واصل الطلوع وهو يتلبد مع الحيط، وساعة ساعة يقف في بلاست ويتأكد فماشي حفلة، حتى لين خلط للطاقة الثاني، وقتها جبد لوم دو بوش وخلينا نقولوا عن باتريك، شعلها باش يشوف باب البورتمان اللي حاجته بيه، من بعد طفاها. البورتمان اللي يقف قدامه الشخص الغريب هذا تسكن فيه واحدة اسمها أودري جواني، عمرها 24 سنة وتعيش وحدها. نعرضها بالذات كانت بحذاها صاحبتها أوريلي، عدوا السهرية مع بعضهم، ومع ماضي ساعة غير ربع متاع الليل خرجت من بحذاها وخلاتها تروم في نومة. أودري ما زالت ما غطستش، معناها ما خلطتش للنوم العميق، وفجأة تسمع في تحتويش كيف اللي واحد يدخل في مفتاح يحب يحل الباب. قالت بينها وبين نفسها زعمة هذه أوريلي نسيت حاجة ورجعت، لكن كيفاش رجعت؟ لأنه باب البلاص إذا كان خرجت منه معاش نجم تدخل، يلزمها بادج مانيتيك باش يتحللها وإلا تستعمل الانترفون، وفوق من هذا أوريلي ما عندهاش مفتاح البورتمان. مختصر الحديث، أودري قامت ومشيت للباب مرعوبة، قلبها بدأ يدق بالقوي، تتساءل شكون هل يحب يحل الباب؟ وعلى فكرة حتى واحد ما عنده المفتاح ما عدا الجارة، هايك عندها دوبل على ما ياتي، وفوق من هذا هالجارة شنو اللي توت عليها باش تجي تحل عليها الباب في الليالي. وفي اللحظة هذه دوب ما خلطت للمدخل متاع الباب وحلته، أما موش كومبليتمون، على خاطر كانت حتى لانتربايور، معناها هكا السلسلة اللي ركبوها ما بين الباب والزهاز من داخل باش ما يتحلش الباب على طوله. ولهنا وما بين هكا الخوف والربثة والتمهميشة وحب الاتلاع، يلا ندرى كيفاش جاتها الجرأة ونحاتها كسلسلة متاع الباب. هي نحاتها من هنا والباب اتدز عليها بقوة وجات ملتوخة في المزاز.
المسكينة راسها قربع في القاعة، وهكا الشخص الغريب استغل عنصر المفاجأة وبرك عليها. أودري قامت تصيح على قوتها. هو سكر لها فمها وباليد الأخرى جبد رولو أديزيف يعني سكوتش مساك متاعو وكممها به تكميم كالموميا. بقات تفارع كما نجمت، وهو كمل عليها بركبته على صدرها وبدأ ينزل. وفي الأثناء جبد منوط بلاستيك من نفس الساك وحاول باش يحطهم لها في ديها. هي ما خلتوش، ووقتها تخلى عليها بالبوني على وجهها فشخ فشخ، وما كفاهش الشيء ذاك جبد ماتراك وبدأ يصبت فيها تصبيت كالقرنيطة. أودري وقتها فقدت الوعي، وهالشخص الغريب حط لها الملارس. من بعد قطع لها مريولها النصيد وخليه في المدخل. كمل نحالها سروال الجوكينج ولباسها الداخلي، وبدأ يكركر فيها هكاكة عريانة من شعرها حتى البيت النوم. رماها على الفرش وربطت لها ساقيها. أودري كما كنتوا تسمعوا واضح اللي هي لقمة سائغة. المسكينة ملوحة على كالفرش مقرطة أما غايبة على الوجود، لا فاقت باللي حصل ولا تعرف شنو اللي استنى فيها. هكا الشخص هذاك بدا يقلب فيها من راسها لساقيها كيف اللي ضربته البهتة أو تسحر من الجمال متاعها. الطفلة كاملة كما يقولوا بدنو زين وعين. السيد لب وعرق الغلبة وبقى راشق عينيه في الأجزاء الحميمية متاعها، كأنه ياخذ في وقته قبل ما يغتصبها وإلا يخلي في شهوته تزيد تتأجج باش ينقض عليها. فجأة أودري بدأت تململ وعينها تحلت، وقتها هو تلوح عليها باش يغتصبها. وبما أنها بدأت تتحرك وتفرفت بكلها زاد تخلى عليها بالبونية وفي نفس الوقت يحاول اغتصابها، لكن لم يبلغ مراده البتة. يقول القايل شبيه موتور ومازوت ويلزم ستارتير باش يديماري. الحاصل عاود الكرة وبدأ يخزر لها لبدنها يشلل في عينيه فماشي ما تطلع الشهوة متاعو، لكن شيء لا حياة لمن تنادي. ولهنا رجعت له فحولة تنتيح والضرب ودخل في حالة متاع هستيريا وكشكش وطلعت. وكأودري كليت ما كليت بل نهار العيد المسكينة على أساس الغلطة منها هي. كيفاش اللعبة فيها رجولية وفحولة، واللي يفقدهم حتى على ظن يدخل في سينة أخرى. في تواتر الأحداث وفي محاولتها المعتدي لاغتصاب أودري ما أيسش، قال مستحيل نوصل للعين وما نشربش، البطري ما ماتتش. وبقى يجدد في المحاولات، وفي كل مرة هكا الطفلة المسكينة تاكل مربخة وكأنها هي السبب وعندها ذنب في أنه فحولة السيدة ذاك امشات وولات في عداد الأموات. وكما يقولوا اذكروا فحولتكم بخير. فيها التور هذا وقبل وجوه الصباح بشوية، وبعد كذا محاولات يأسة، وهكا الطفلة أودري ولات المسكينة كي كعبة الكفتة معفسة مغفسة مرفسة، ويديها وسقيها دم من هكا ليمونات. السيد قام جبدها من شعرها وهبطها من الفرش وهي عريانة هكاكا، خليها في فم باب البيت ونحك الملاحف متاع الفرش، نظف بيهم اللي نجم ينظفوا باش ما يخليش حتى أثر رغم اللي كان لبس واندويت. حللها خزانتها وطيشلها ملابسها الداخلية وكسروال متاع الجوكينج. من بعد اجبد مكحلة مكساك اللي خشمها مقصوص وقصة كالمنوت البلاستيك، وتحت التهديد طلب منها باش تلبس حوايش. من بعد عمل لها عصابة على عينيها باش ما تشوف شيء، قال لها لو كنت تنفس نفس زايد نصفر لك بروحك. المسكينة بقات تمشي قدامه وهو يهمس فيها ويسوق فيها كلارخة. مختصر الحديث خرجوا من البرتمان وهبطوا هكا الدروج وبزهروا معرضهم حتى حد، حتى لين خرجوا من العمارة وهزها لبلاصة ماهيش بعيدة على البلاصة متاعها يعني مسافة تختاوي. ووقت اللي وصلوا للخشة متاعو دخلها ونحالها العصابة من عينيها، ولقات روحها في بيت ظلمة فيها جراية من هالقاعة وطاولة ذميمة وكرسي.
عاود ربطت لها ايديها وراها بكالمنوت بلاستيك، التخ على الفرش وحب يعاود اللي عمله الكل، ربما تتحير شهيته الجنسية. لكن شيء، السيد فحولته هبطت الاخر ديفيزيون، ولا عادت نجم ترجع هيل ولا جماعة الألعاب الحميمية ولا الكاف ولا الكان ولا التاس، حتى لو كان يستعمل من حرابش الفياجرا قرطاس. بطبيعة الحال نفس السيناريو تعاود مع المسكينة أودري وفشخها تفشيخ على أساس هي السبب في ضعف فحولته. مختصر الحديث بقى معاها نهار الأربعاء بكل، وتليفونه نوقز برشا مرات خلف لي زساماس على بعضهم. السيد لا هز ولا جاوب. وقت اللي أيس وفهم أن قدراته الجنسية دخلت للتاريخ، يعني صاحب الأمانة هز أمانته، قايمك المسكينة أودري وربطها على كرسي وبقى يدور بها وفي يده حبل. فجأة قرر مش يقتلها، وهوك تموت وفضيحته تموت معاها. المسكينة جاها من تالي وخنقها بك الحبل، وبدا ينزل بكل ما عنده من قوة، ومعها كالسكوتش اللي مسكر لها بيه فمها وجزء من خشمها. الطفلة بدأت تتلقف وتبربس حتى لين روحها طلعت الخلقها. في مجريات هالأحداث، ونهار الجمعة 16 سبتمبر مع ماضي ساعة متاع الليل، ووقت اللي أغلب الناس في سابع نومة، صوت قوي متاع أمبيلانس ووراه صرصوت متاع كراهة بوليسية قيموا الدنيا وقعدوها. الناس فاقت من قطاية نومها والضو شعل في الديار الكل. أشنو اللي صار؟ شفما هاي مرا ميتة لقاوها في دارها مقتولة. الأمنيين وقت اللي دخلوا قاوا البيت ماهيش مفرعسة، وحتى شيء ما يدل أنه صار فيها فراع أو شيء من هذا القبيل. وباش ما نفوتوكمش بالحديث، اللي علم الشرطة هي أم الضحية، لأنها لقاتها ممدودة على كرشها تحت الفرش وفي سامة هلمة النجدة. وحسب المعطيات الأولية اللي توصلوا لها الأمنيين، وهذا في انتظار أنه الجثة تمشي للطبيب الشرعي، الطفلة كانت ضحية جريمة قتل لا غبار عليها. لتراس دو سترانجولاسيون، يعني آثار الخنق واضحين في كرومتها، وعندها أورام دموية على رأسها ديزيماتوم. البشرة متاحة ولات في لون يميل للبنفسجي، وهذا دليل أنها فارقت الحياة نهارين أو ثلاثة التالي. وهالشي هذا المصطلح العلمي متاعه هو ليفيديتي كادافيريك، وتصير ابتداء من سكوت القلب، يعني ما عادش يضخ الدم، أي الوفاة، يعني الدم يبدا يتجمد في العروق ويولي لونه بنفسجي. السؤال المطروح، اشكون اللي قتلها؟ وهذه مهمه المحققين اللي تنقلوا على عين المكان. والمساله من اولها ما هي سهله بالكل. Bon, vous me faites les enquêtes de voisinage. D'accord. Je vais taper les constats, on se retrouve au bureau. D'accord. OK. Alors. في تواتر الاحداث، الجثه متاع الطفله أودري اتهزت للتشريح، ومهمة المفتشين هو أنهم يلقاوا في ساحة الجريمة أدلة نجم توصلهم للجاني. أول استنتاج هام هو أنه القاتل دخل من الباب وما كانش يستحق أنه يخلو، وفوق من هذا يعرف البلاصة مليح مليح ونجم يدخل للعمارة رغم اللي الباب متاعها يتحل بالبالج مانيتيك. وفي الحالة هذه التحقيق ما ينجم يكون كان في المحيط المباشر متاع الضحية، يعني يقع استجواب العائلة والجيران والأصحاب، une enquête de proximité. المحققين اتحصلوا على زوز معلومات. واحدة جات من جار يسكن في الريتشوسي، قال أنه في الليلة الفاصلة ما بين الثلاثة والأربعة سمعها سياح. والشهادة الثانية جات من عند أوريلي، صاحبة الضحية أودري. حسب أقوالها أكدت اللي هي بعد ما سهرت بحذاها وروحت، يعني الضحية، ما لاحظت حتى شيء يلفت الانتباه. ولهنا يقول القائل، كيفاش الجاني بعد ما قام بالفعل متاعه رجع الجثة للبورتمان؟ وعلاش الضحية بقات نهارين كاملين باش اكتشفوها؟ كما سبق وقلنا لكم،
اللي اكتشفت الجثة هي أم أودري، وهدايا بعد ما صحاب بنتها كلاوها بالتليفونات، وخاصة صاحبتها القريبة لها برشا أوريلي، واللي كانت متفاهمة مع أودري باش يمشي ويعملوا قضية مع بعضهم نهار الأربعاء الصباح. بطبيعة الحال أم أودري وقت اللي كثر عليها التنقيز مشيت للجارة متاع بنتها، أخذت الدوبل متاع المفتاح ودخلت، وعلى فكرة اتخلى معاها صاحبها لأنه بو أودري وأمها كانوا مطلقين، وهي اختارت باش تعيش مع عشيق. مختصر الحديث، وقت اللي دخلوا للبورتمان وفركسوه بيت بيت خزانة خزانة، ما جاش البالهم أنه أودري كانت محشية تحت الفرش متاع بيت النوم متاعها، واللي حشاها حط زوز سيكان قدام الفرش باش ما تبانش. ولهنا وقت اللي أيسوا طاح عليهم الليل قروا باش يباتوا غادي كاسور بلاس. باختصار هما هكاكا ممدودين، وأم أودري تنطرت طنطيرة واحدة مشيت لها كزوز سيكان جبدتهم وطلت تحت الفرش، ووقتها اكتشفت الجثة متاع بنتها. سالي توبيب. سالي. أنا في المرحلة هذه النتائج الأولية متاع الطب الشرعي وصلت للمحققين، وأكدت أنه الموت عنده 48 ساعة، والجثة فيها آثار متاع تعفن بدأوا في الرواري متاعها. سبب الموت هو الخنق. حسب التقرير الجاني استعمل حبل وخنقها من تالي بالغدرة، لكن في نفس الوقت ضربها برشا مرات على راسها، والدليل هي الأورام الدموية والإصابات يعني الجروح لليزيون تروماتيك. وبطبيعة الحال بقايا الحمر في المعاصم متاعها لي بواني ولي شوفي يعني في الكعبات متاعها متاع ساقيها. وحسب الفرضيات متاع الأمنيين الجاني عنفها ومن بعد ضربتها، وعملية الخنق صارت أونت مورتام يعني قبل الموت. السؤال الكبير، هل ترى وقع اغتصابها ولا لا؟ الطبيب الشرعي ألقى سائل منوي في جهازها التناسلي، يعني صار اتصال جنسي قبل الوفاة، والتحاليل بطبيعة الحال هي اللي باش تمكن من التعرف على هوية الجاني. حسب الطبيب الشرعي برشا علامات تدل أنه تمارس على الضحية دي فيولونس سيكسويل، عنف جنسي كبير، والمغتصب ما رافش عليها، ضربها بالبونية، ويمكن استعمل أدوات أخرى كما العصا أو بار حديد. في مجريات الأبحاث والتقصي أول المستجوبين هو العساس متاع الإقامة واسمه جون لوك كاياز. السيد هذا ماهوش عساس برك، محرك حوم على حاله، لهيب كل شيء، التنظيف، تفريق الجوابات، تفريق سلات المهملات، الجنينة، العسة، ويحل برشا مشاكل أخرين ما بين المتساكنين. معظمهم كانوا يثقوا فيه وعاتينوا المفاتح متاع ديارهم، وبطبيعة الحال هو مساعدته الحكاية هذه. هاو كعنده عين على كل واحد واخبار الناس الكل في مكتوبه. جون لوك كاياس هذا من اللي بداوا المحققين يفليوا في ساحة الجريمة وهو لابسهم كالتمبري، قاعد بحذاهم وما فارقهمش، إيدادي من بلاصة لبلاصة، زعمة زعمة يعاون فيهم. حتى لين البوليسية ولاو لاهين بيه، يتبعوا في حركاته وسكناته، وظهر لهم اللي هو ماهوش طبيعي بالكل لأنه مربوث وداخل بعضه شوية. ولهنا باش يقطعوا الشك تلهاو بيه بصفة خاصة، وبالمصلت جاتهم معلومة زادت كبرت من حجم الشكوك فيه. وهو جايكم الحديث. في توادر هالأبحاث علاش ما تقولش أنه واحدة من الجيران قالت للمحققين أنه صاحبها قال لها راوك العساس جون لوك كاياس تخلل دارها في غيابها نهارين قبل الواقعة. هو صحيح عنده مفتاح البورتمان متاعها، لكن عمرها ما تصورته باش يستغل الفرصة ويدخل لها وهي ماهيش موجودة غادي. لكن المفاجأة اللي بشذها للمحققين أنه سي كاياس هذا ما كانش عنده مفتاح أودري الضحية، وكيما سبق وقلنا لكم كان عندها دوبل من المفتاح هذا ومخليته عند المرأة هذه جارتها، وهي اللي اعطت النسخة لأمها وقت اللي جات نهار الخميس تفركس على بنتها.
معناها دخول جون لوي كاياس بالسرقة للبورتمان بتاعها يوضح أنه هو اللي هز المفتاح، طلع عليه نسخة ورجعه لبلاستو. وهذه هي التخمينات متاع الجارة والمحقين اللي اعتبروا أنه الكلام هذا منطقي جدا. ومن هنا باش يتحول الاهتمام متاع المفتشين كليا للعساس هذا، وباش تبدأ الأمور الجدية والتحقيق باش يشهد برشا مفاجآت ومنعرجات ما كان حتى حد يتوقعهم. وفي الحقبة هذه نتعرفوا على هالعساس جون لوك كاياز. جون لوك كاياز هالعساس هذا الشرطة بعد محل تعليق الكتاب القاو عنده ما يعمر المكتبة الوطنية سوابق عدلية. وخلينا نجيوكم من الاخر، ملي عمره 18 سنة وهو في الحبس، يعني الفترة اللي عداها حر وقت اللي تتلمت في قالب بعضها ما تفوتش 3 سنين. وزيد الضربة الصادمة اللي جات للمحقين انه مع التفاتف واللي هما سرقة موصوفة وتبادل عنف وعربدة، عنده 2 قضايا من نوع الثقيل والثقيل جدا. اشني هالقضايا؟ اغتصابات. 2 اغتصابات قام بيهم في نفس المنطقة متاع ليسون. الاغتصاب الاول اخذ عليه 7 سنين، عدى منهم 5، والثاني تحكم عليه ب20 سنة، عدى منهم 18. ومع نزيدوهم كتفاتف اللي حكينا عليهم وربطية بعامين على خاطر زرتها من الجيش، يطلع الصابون نظيف. لكن السؤال اللي باقي موجود، شكون قال اللي هو مولى العملة؟ لأنه جون لوك كاياز وقت اللي واحد يخزر له ما يجيبهاش فيه. الراجل مكهب على 50 ومكركب بكله، قد طوله قد عرضه، يمشي كما البانجوان، الفقمة ولا البطريق وانتوما اختاروا منهم. شعره الأبيض عطيه ريشة وكان ملسن، يعني لسانه يغزل الحرير، يعرف يعمل باراتان بالكذا. في هالتطور هذا المحقين قروا باش يحطوا جون لوك كاياز في الإيقاف التحفظي ويعصروه عسران. عملوا له تفتيش الساعة في اللوج متاعو، ما لقاو شيء. لكن المحقين باش تتحللهم حقيبة مفاجآت وباش تخليهم مصدومين. وقت اللي سألوه كيفاش اغتصبت الطفلة أودري، قالوا لهم كيفاش نغتصبها؟ منين يا حسرة؟ المحقين خزروا لبعضهم، اش تقصد؟ قالوا له، قالوا لهم راهي علاقتي مع أودري كما علاقة البوب بنته، يستحيل نذيها، وحتى من المشين عمري ما مشيت لها ولا طليت عليها. قالوا له متأكد اللي ما اغتصبتهاش؟ احلف لهم بعيسى وموسى وسانتا ماريا اللي هو خاتيه. المحقين قالوا له رانا لقينا سائل منوي وبعثناه للتحليل، واذا كان يطلع لديان متاعك ما عاد عندك حتى فرصة للانكار. ولهنا جون لوك كاياز قال لهم بالله حتى لو كان حبيت نغتصبها راني ما نجمش، اموري ما عادش، ما فماش اصلا. وفسر لهم بالإثباتات أنه وقت اللي قام بالاغتصاب الثاني واللي تحكم من أجله ب20 سنة، وحده طلبش تصير له عملية كاستراسيون شيميك، يعني عملية إخصاء كيميائي. وبعد العملية هذيك بقى ياخذ في الدواء حتى بعد ما خرج من الحبس. الأطباء اللي استشاروهم المحقين أيدوا الحكاية هذه، أما أكدوا على أنه وقت اللي يقف العلاج ينجم الشخص اللي خضع للإخصاء يسترجع قدراته الجنسية، معناها جون لوك كاياز ينجم يكون بطل الدواء وبالتالي رجعت أموره. لكن الإشكال أنه تحليل الحامض النووي برقوا، السائل اللي لقاوه على جسد الضحية ما هوش متاعو وإنما متاع حد آخر، يعني كلامه صحيح. والسيد ولا عاجز جنسياً وفحولته صلى عليها صلاة الجنازة. في مجريات هالأبحاث المحقين ومعاهم الأخصائيين في السلوك اللي رافقوا الاستنطاق فهموا من تصرفات جون لوك كاياز أنه عنده خوف وتقديس كبير لأمه كما عليه شورب، وباش يلعبوا على المسألة هذه وقالوا له أنه أمه قاعدة تتبع في الأقوال متاعه من وراء البلار اللي ما يوريش. قال لهم بالحق؟ قالوا له ينعم،
وأمك راهي قالت لي اسمها ديما على لسانك. جون لوك كاياز اسكت وبقى يخزر لهم ويخزر للمرايه، لكن ما شاف شيء. من بعد حط راسه ما بين يديه وبقى مده هكاكا، وفجاه هز راسه وقال لهم انا مولا العامله. هي قالوا له باهي، لكن اقتصبتها ولا لا؟ لانه كما تعرف السائل المنوي اللي لقاوها في جسم الضحيه ماهوش متاعو، والمهمه بالنسبه للمحققين ما زالت ما فاتش. ولهنا اعترافات جون لوك كاياز مكنت من إعادة شريط الأحداث واللي حكيناه لكم من الأول، واللي يلزمكم تعرفوه أنه بعد ما خنق أودري في اللوج متاعو وتأكد اللي هي ماتت، طلعها بالسرق على كتافه في وجوه الصباح وهو لففها في ملحفة ورجعها لبرتمانها وحطها تحت الفرش. بقيت الأحداث تعرفوها، لكن المحققين قالوا له هذا نعرفوه، أعطينا صحيح السائل المنوي اللي في جثة أودري متاع شكون. ولهنا الاعترافات متاع جون لوك كاياز باش تصدمهم. اشنو هو اللي عمل باش يقوم بالجريمه متاعو؟ قبل باربع ايام بدا يفركس في الليبوبال متاع المتساكنين حتى لين لقى بريزرفاتيف مستعمل وفيه سائل منوي، جبدو بالزريقه وكي ماتت اودري حط لها كسائل هذاك في عضوها التناسلي. المحققين قالوا له علاش عملت هالعمله هذه؟ حبيت نورط واحد اخر، قال لهم باش ما ندخلش للحبس. إيه لكن كيفاش عرفت اللي انت غير قادر على القيام بالعملية الجنسية؟ لهنا كاياس دنكس راسه وسكت، والمحققين فهموا اللي صار. هكا العلاج الكيميائي خلف له عجز جنسي، لكن لي بولسيون سيكسويل بقاو، يعني النبضات الجنسية بقاو موجودين. وكان من الأول مقرر أنه باش يقتل أودري في صورة ما إذا ما تمكنش من نيل منها جنسيا. وبطبيعة الحال باش يبعد الشبهات على روحه دبر هكا سائل المنوي اللي لقاها مطيش في وقي ذكري في الزبلة. هذا هو التخطيط اللي قام به جون لوك كاياس، وهذا شقال له مخه. لكن خلف هذا المحققين لقاو أدلة بما فيهم لاديان متاعو وبصماته كما الملاحف اللي طيشهم في اللسان، وورى بلاصتهم للمحققين وجبدوهم. في نهاية هالقضية جون لوك كاياز تعدى على المحكمة، وفي الجلسة عمل مشكلة كبيرة باش أمه ما تحضرش وتتفرج فيه. قال إذا كان ما تخرجوهاش من قاعة الجلسة ما عاد نلتزم بحتى شيء. هيئة المحكمة امتثلت للشرط متاعو، لكن المسألة هذه ما نفعتوش، لأنه تحكم بالسجن مدى الحياة مع بيريود دو سورتي، يعني فترة ضمان حددها القاضي ب 22 سنة، وفي الحالة هذه ما يخرج كان عام 2028، ووقتها تقريبا يكون فات 70 سنة، وصعيب أنه ضميره يفيق وتقف عنده بعض المبادئ. أما المتأكد أنه كل شيء مات فيه، ضميره مبادئه وفحولته. ولهنا ما بقى كان باش نقولوا لكم إلى اللقاء في الحلقة القادمة من برنامج نهج التريبيونال، وتسمعوها يوميا من الاثنين للجمعة على EFM أحلى راديو. نهج التريبيونال، قضية اليوم نص عماد بن حميدة على EFM.